الاخبار جماعه، للمره التانية البنت دي سربت لنا السر. اجمد مشروب شتوي عند ستاربكس. ستاربكس كل سنه بينزل في الشتاء هوت شوكليت جامد جدا. طبعا اكيد كل الناس اللي بتروح ستاربكس عارفه الموضوع ده. البنت دي بقى سربت لنا السر بتاعه، واللي انتم مش هتصدقوه ان هي عملته بطريقه سهله جدا جدا. حتى المكونات اللي استخدمتها بسيطه جدا، بس التركية كلها في الطريقه اللي هو بيتعمل بيها. فانا طبعا هجرب الطريقه دي بمكونات مصريه واشوف فعلا هيطلع نفس بتاع ستاربكس بالظبط ولا لا. اول حاجه اجيب كوبايه اشتغل فيها. بعد كده نيجي لاول حاجه هنحتاجها عشان نعمل المشروب ده، يا اما شوكولاته سايحه، اي نوع شوكولاته سايحه، يا اما اي نوع شوكولاته خام. اذا كنا هنستخدم الشوكولاته دي او الشوكولاته دي، الاثنين هيوفوا بالغرض. وانا هنا هستخدم الشوكولاته السايحه، احط مثلا الكميه دي. بعد كده انا بحب قوي الشوكولاته بتاعت ناسو دي، فهستخدم منها شويه برضو. طبعا دي خطوه اختياريه، لو مش موجوده ما تستخدمهاش. بعد كده تاني مكون اساسي معانا، وده اللي فعلا صدمني، لان انا اول مره اعرف ان هما كانوا بيحطوا على الهوت شوكليت شوكولاته بيضة. وبرضه هنا يا اما نستخدم شوكولاته بيضة خام، يا اما نستخدم شوكولاته بيضة بس سايحه عاديه. طبعا كميه الشوكولاته البيضة زي ما انتم شايفين بتكون اقل بكتير من كميه الشوكولاته الغامقه. بعد كده نجيب الكلام ده كله وننزل عليه بشويه لبن سخنين، ونبتدي بقى نقلب كل الكلام ده مع بعضيه عشان يختلط. بس كده زي ما انتم شايفين ده اللون بتاعها. وبعد كده بقى هنزل عليهم ببقيه كميه اللبن. ارجع تاني اجيب المضرب واقلبهم مع بعض. جماعه ريحته اقسم بالله مرعبه مرعبه. بعد كده هنجيب ويبنج كريم اختياري طبعا لو عندكم، انا ده كان عندي قديم مش عارف حتى هو شغال ولا بايظ. بعد كده احط عليه شويه صوص كراميل وشويه من اي سبرينكلز. بصوا يا جماعه شكله بقى عامل ازاي. طبعا التزويق والكلام اللي فوق ده كله ملوش اي لازمه، انا بس بعمله علشان اكون عملته بالظبط زي ما البنت عملته. ولكن المضمون كله هيكون في الهوت شوكليت نفسه. اللي انا مستغربه ان الهوت شوكليت ده يا جماعه ما استخدمناش فيه اي نوع كاكاو او اي نوع بودر. فدلوقتي هدوق الهوت شوكليت بتاع ستاربكس ده واشوف فعلا هل هو نفس بتاع ستاربكس ولا لا. نقول بسم الله. ايه ده يا جماعه؟ طبعا انا مش عارف اقول ايه، بس والله 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 وده حلف انا اتحاسب عليه قدام ربنا، ان ده من احلى الهوت شوكليت اللي انا شربته في حياتي حرفيا، ويكاد يكون احسن من بتاع ستاربكس بمراحل. طبعا ما عنديش كلام اقوله لكم غير ان انتوا لازم تجربوا الهوت شوكليت ده، تحكموا عليه بنفسكم. ولو انتوا فعلا بتعملوه بالطريقه دي من زمان اكتبوا لي في الكومنتات. فعلا ما تنساش تعمل لايك وشير ومنشن صاحبك اللي هتجرب معاه الهوت شوكليت ده. اخم